نتشرف الآن بكلمات أرجو أن تنصتوا إليها جيداً، كلمات من أحد قيادات وأبرز قيادات العمل النقابي، الأستاذ خالد أبو كريشة، الأستاذ خالد الأمين أبو كريشة، أمين عام نقابة المحامين. الأساتذة والأستاذات الأفاضل، الأعضاء الجدد، فرسان المحاماة الجدد، كل عام وحضراتكم بخير. لا شك أن هذا اللقاء لقاء احتفالي، احتفال بانضمام كوكبة إلى كتائب الدفاع عن حقوق الوطن والمواطن. هذا هو شأن كل دفعة تتقدم إلى نقابة المحامين، تاريخها يقول هذا، أن كل من ينضم إلى نقابة المحامين ينخرط في قوى هذا الوطن للدفاع عن الحقوق والحريات. إذن هي لابد أن تكون مناسبة تستحق الاحتفال. كبارا وصغارا كلنا يتذكر يوم أن أقسم ويوم أن انضم إلى نقابة المحامين، كم كان هذا اليوم خالدا في ذاكرتنا ثابتا باعتباره الخطوة الأولى على صعيد الانضمام إلى هذا العمل الذي نعتبره قبل أن يكون مهنة هو رسالة للدفاع ولأن تنبري لدفاع عن حقوق الآخرين. لا شك أنها قيمة عظيمة أن تكون متخصصا في أن يقصد بابك ويطرق من أصحاب الحقوق. أنت لم تكن طرفا في هذا الحق ولا طرفا في هذه الخصومة، ولكن يطرق بابك لأنك تستطيع أن تتحدث بشكل أفضل من صاحب الحق ذاته. أنت الأقدر على المطالبة بالحق، أنت صاحب هذا الفن، فن استرداد الحقوق على أساس لا من التحايل ولا من الفهلوة، وإنما هو بحقيقة الأمر علم وتفقه في القانون وفي قواعد وضبط التعاملات بين الناس على كل الأصعدة وفي كل التخصصات، وعلم فيما يتعلق بوسائل التعبير عن المطالبة بالحق وكيفية تأسيس هذا الحق وكيفية تأصيله وإقامة الحجة على استحقاقه، ثم بعد ذلك مهارة إبراز هذا الحق بلغة مرتبة رصينة فيها موازنة بين البلاغة والفصاحة وبين عدم التقعر أو التكلف، لأن ذلك أيضا يصرف الذهن عن المعنى، فلا بد أن تكون البلاغة بحدود ما يبلغ بالمعنى إلى المتلقي. إنها مهنة عظيمة في أن تكون مهمتك أن تصعد بمطلب الناس الذين يعرفون والذين لا يعرفون، الأقوياء والضعاف، القاسي والداني. هو نموذج الآن يحدث نموذج في المسؤولية الجماعية عن المسلك الفردي، وده تقريبا الرسالة التي أقصد أن أوجهها لحضراتكم، أن كل منا مسؤول عن صورة الآخرين، فكرامتنا على الشيوع، كل ما يزيدها يزيدنا جميعا وكل ما ينقصها ينقصنا جميعا. هو هذا هو المعنى الذي تجسده مفهوم العمل النقابي. لسنا أصحاب مهنة نتجول بها ولا نسترزق من وضع الأوراق تحت الإبط، إننا في منظومة وطنية هدفها وغايتها تحقيق العدالة بكفالة حق الدفاع في مجتمع متحضر. لا يمكن أن يستقيم أمر العدالة إن غاب حق الدفاع. لذلك قد يصادفك بعض من أقاربك أو أصدقائك ليشكك في مشروعية هذا العمل أو يشكك في حله، وهل هو شرعي جائز أم أنه ملتبس بما يمكن أن يكون حراما أو خطأ أو عيبا. كل هذه الأمور لا يطهر المحاماة من هذه المظنات إلا المسلك الفردي للمحامي، هو الذي يحدد الخط الفاصل بين ما هو صواب وبين ما هو خطأ. لابد أن يكون يقظاً من اللحظات الأولى في بدئه للمحاماة. أنتم على بكارة البداية وعلى نقاء البدء. الأمر الثاني اللي أنا أود الانتهاء من حديثي بعده، الأمر الذي يتعلق بصورة المحامي عند المجتمع.
سبقني الأساتذة وتناولوا قضية المظهر الذي يبدو عليه المحامي فيما يرتدي من زي يلقى به الناس. أريد أن أؤكد أنه كثير من الزملاء ينازع في أهمية هذا الأمر ويشكك في أن يكون هناك فارق بين أن ترتدي هذا الزي الرسمي بالتزام بالبدلة والكرافات، أو أن الزميلة تلتزم في ردائها بالمقادير الاجتماعية الوقورة التي تكفل قضية الوقار المتطلب الذي يقيها ويحصنها من الاستفزاز أو من حتى التجاوز البصري في أروقة المحاكم، سيما أن المحاكم تحوي بين جنباتها صنوف من البشر متباينة في مستوياتها وأخلاقياتها. هذا الأمر لابد أن تكون هناك قاعدة ضامنة لنا جميع بأننا سنلتزم فيما بيننا بألا يبدو علينا ما يسمح ولا يعطي فرصة للاقتراء، ليس فقط بالزي الذي نرتديه، بل بالحديث الذي نقوله، بل بالطريقة التي نبدي بها طلباتنا، بل بالأماكن العامة التي نتواجد فيها مع أصدقائنا، حتى بطريقة المزاح التي تليق بأهل الوقار. لذلك تصبح قضية حسن التعبير بالنسبة للمحاماة ليس مجرد شكل. تاريخ المحاماة يشهد أنها تحمل رموزاً في العمل الوطني لا تخلو صفحة من تاريخ مصرنا المعاصر، صفحة واحدة ولا سطر واحد في عبر قرن من الزمان لا تخلو من المحاماة والمحامين ودورهم الأبرز في الدفاع عن حقوق هذا الوطن والحياز إلى حقوق مواطنيه طلباً للعدالة.